أهلا بيكم في برنامج رمضان في العالم اللي بنتكلم فيه عن عادات الشهر الكريم في العالم كله، والنهاردة رايحين ماليزيا. رغم أن الديانات اللي موجودة أكتر في ماليزيا الهندوسية والبوذية، رمضان في ماليزيا أهم مناسبة دينية عندهم. الغريب بقى أن كل الديانات اللي هناك بما فيهم الهندوس والبوذيين مش بس بيستنوا رمضان كل سنة، لكن كمان بيشتروا يميش رمضان مع المسلمين. والجميل هناك إن كل سنة بعد رمضان عندهم أعداد كبيرة بتدخل الإسلام بسبب الروحانيات الحلوة اللي بيشوفوها في رمضان، وبيعلنوا إسلامهم بشكل رسمي في صلاة العيد. على السادة المسافرين لمطار ماليزيا التوجه لصلاة الوصول. تعالوا بقى نشوف بيعملوا إيه هنا في رمضان. بيخرجوا للصلاة لابسين طواقي ماليزية مستطيلة بيضة، زينة وأنوار ونداءات على السلع الرمضانية في كل حتة. أسر كتير هنا ما بيعملوش فطار في البيوت وبيفطروا في المطاعم. قبل المغرب في زحمة هنا عند كل المساجد، مش بس عشان الصلاة لكن كمان عشان في وجبات مجانية بتتوزع. ومعانا دلوقتي أستاذ محمد إقبال من ماليزيا هيكلمنا عن أهم مظاهر شهر رمضان هناك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قولنا بقى بتعملوا ايه في رمضان؟ يعني ايه بقى المظاهر الاحتفال؟ هل بيبقى فيه زينة فوانيس ولا الاحتفالات كلها جوه المساجد؟ عندنا كل ناس نشتري الطعام بس. طيب بتاكلوا ايه بقى في رمضان على الفطور؟ نوع طعام متنوع عشان احنا في ماليزيا موجود اكثر من 20 شعب، في ملايو في هند وصيني و أكثر من 20 شهر. طيب وبالنسبة للسحور عندكم؟ سحور نحن نأكل لازم الأروس مع فراخ. طب بالنسبة لصلاة التراويح عندكم كم ركعة؟ لازم 20. لازم 20 مع وتر. 20 غير الوتر؟ غير وتر، نعم. طب الأطفال عندكم بتصوم من سن كم سنة؟ صيام لازم في 10 سنوات. بشكرك جدا. وبتختلف عادات الاحتفال بالشهر الكريم من بلد لبلد، بس كلنا بنتفق على حب الشهر ده. سلام عليكم.